مرحبا حبايبي، كيفكن؟ اليوم بدعمل انا وياكم طريقة تحضير كعك العصرونية. كعك كتير كتير طيب وبشهي والكل بحبه. شايفين كعكة طرية وناجحة ان شاء الله 100%. شايفين هالكعكة؟ لنشوف من الداخل كيف طلعت معنا. طريقتهم كتير طيبة وناجحة وبفرن البيت بتعملوها. شايفين والكعكة نافخة معنا منيح مثل اللي منشتريها من برا من الفرن. شايفين هالشكل كتير كتير ناجحة وطرية. شايفين شو طرية، شكلها كتير رائع. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي عنا كيلو طحين، تضيف عليهم ملعقتين طعم خميرة، ملعقة اتنين، ملعقتين طعم سكر، ملعقة اتنين، ملعقة طعم محلب. المحلب مش ضروري، انتو حسب الرغبة. ملعقة طعام محلب بس، هيدا المحلب بيعطي نكهة كتير كتير طيبة وريحة الكعك بتشق القلب، كتير بتطلع طيبة. نص ملعقة طعام ملح. بخلط هول المقادير شوية مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ضيف عليهم 600 ملي مي فاتر. هلا بدنا نعجنهم. عجنتها للعجينة حوالي 5 دقايق. هلا بدي احطها بالجاط. العجينة بتكون عنا شوية عم بتلزق، شايفين كيف؟ لازم تكون عنا العجينة شوي بتلزق، طرية شوي ما تكون قاسية. شايفين كيف بتحسوها شوي عم بتدبق؟ هلا بحط العجينة بمكان دافي وبتركها ترتاح نص ساعة. هيدي العجينة بعد ما ريحتها نص ساعة 30 دقيقة. هلا بدنا نباشر بتشكيلها. بسم الله الرحمن الرحيم. منشيل الهواء منها بهيدي الطريقة. رش شوية طحين. هلا اذا زادت القطعه شويه صغيره ما طارت الدنيا، يعني مش هالقد الامور معقده من المعقده. اوكي بعملهم بهذه الطريقه. بحطها على المجلى كمان نفس الشيء. شايفين العجينة شوية عم بتدبق، لازم تكون بهيدا الشكل، تدبق شوية العجينة أفضل. بس كورنا العجينة بهيدا الشكل. هلأ شو بعمل؟ عندي هوني مي حوالي كوب صغير، سمسم وجريش، هيدا قمح أسمر
جريش بتلاقوه بالفرن او بتلاقوه بالسوبر ماركت. هلا بدنا نبلش انا وياكم. بسم الله. بحط قص من السمسم كمان من هيدا الجريش. بخلطهم مع بعض بهيدي الطريقة. بدهن مي شوي على العجينة. بدهن كلها تقريبا من جميع الجهات. كل ما دهنيها هيك من جميع الجهات كل ما لعلق عليها اكتر السمسم والجريش. هلا بحط المي على جنب. بسم الله بعملها بهذه الطريقة. ما بتبوس عليها كتير. هذا الشكل وهيدي السماكة. شايفين السماكة قد ايه؟ هذه اللي بدنا اياها. بعد ما رقينا العجينة شكلناها بهذا الشكل. هلا بقطعها لقطعة العجين. وبحطها على ورقة الزبدة. هيدي بعد ما حطيتها على ورقة الزبدة. كمان هيدي الشقفة الصغيرة بحطها على جنبها وما منكبها لهاي. فينا نحط بقلبها جنافة حجم صغير بتطلع كتير حلوة للولاد. راح شكلهم كلهم وبرجع بكفي انا وياكم. هولي بعد ما غطيتهم بقماش بهيدا الشكل هلأ بتركن ساعة لترتاح العجينة. بس ريحوا الكعكات ساعة. هلأ بحطهم بفرن حامي على درجة حرارة 220 من الأعلى والأسفل. شايفين كيف صار شكلها؟ هلأ بحطها بالفرن. هيدي الكعكة بعد ما طلعت من الفرن حطيتها بالفرن على الرف النصاني وكمان أخدت معنا بالفرن لصارت بهيدا اللون. خلصت معنا 6 دقايق. هلأ شو بعمل؟ بغطيها بقماشي بمنشفي عشان ما تيبس عنا. بتركها مغطية لتبرد. هولي الكعكات اللي عملتهم أنا وياكم. عنا جبنة موزاريلا وكمان جبنة بيضة نقعتها كذا مرة وفضت المي لإلها لصارت حلوة. بدنا نحشيهم. قبل ما نبلش بالحشي بدي دور التوستر. بدي اعمل وحدة بجبنة وحطها بالجريل. حطها بالتوستر وشوفوا عن جد كتير طيبة بدها تطلع. بدنا نشوفهم كيف طلعوا معنا من الداخل. طلعت من برا طرية مش يابسة ابدا. من قلبها شفتوا شو نفخت. هلا بنشوفها انا وياكم كيف طلعت من قلبها من الداخل. ما شاء الله شكل رائع. شايفين شو طرية ناجحة ما شاء الله 100%. بدي احط بقلبها جبنة. حط جبنة موزاريلا وفينا نحط كمان جبنة مثلثات. انتو الجبنة اللي بتحبوها بتحطوها. حط قطع من الجبنة البيضة. جبنة عكاوي. هلأ بحطها بالتوستر. بنسكر عليها لتدوب الجبنة. هول القطع الصغار اللي طلعوا عنا. هول كتير حلوين للولاد. بتحطوا بقلبها جبنة وبتحطوها بالجريل. لأعمل وحدة بزعتر بتكون طلعت طاولة الجبنة. برش زعتر بقلبها.
هيدي الزعتر جاهزة للتقديم. هيدي الكعكة اللي حطيناها بالتوستر صارت جاهزة للتقديم. بسم الله الرحمن الرحيم. اوه كتير سخنة. هيدا شكلها النهائي. بس حطيناها بالتوستر بتصير شوي مقرمشة وكتير كتير رائعة. هيدا شكلها النهائي. واو كتير سخنة. شايفين الحشو من الداخل. هيدا شكلها من الداخل. شايفين مع أروعة بتشهي هالكعكات اللي عملتهم أنا وياكم. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم وتعملوا لايك وشير للفيديو. المشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي.